الفيلم فيه روح تسجيلية ده أكيد، وده نتج عن إن إحنا الفيلم بتدور أحداثه كلها في مكان واحد اللي هي الساحة في وسط منطقة عشوائية أو شعبية أو مخيم أو أي منطقة مهمشة. الفيلم بالنسبة لي ابتدت فكرته وكنت بشتغل مساعد مخرج فيلم مع أستاذ ياسر نصر الله، كان متصور في لبنان في بيروت، وكان متصور في مخيم عين الحلوة. واحنا بنصور اكتشفت ان المخيم فيه ديلر بيدخل وبعدين هنا ربطته بالمناطق العشوائية في مصر، في سوريا، في الأردن، في المنطقة العربية كاملة الوضع هو لا يختلف. وانا في رأيي ان هو مش بيتكلم عن المنطقة العشوائية بس، بيتكلم على مجتمع كامل مخلوق بسبب ظروف اقتصادية وظروف سياسية معينة. المجتمع ده خلق ثقافته الخاصة وخلق لغته الخاصة وخلق طريقة حياة خاصة هو عايش فيها كاملة في حياة، يعني ما فيهاش أكثر من كده. أنا شايف برضه نوع من الفانتازيا شوية مؤثرة شوية عندي. أنا الحقيقة إن هو فانتازيا بس هي مبنية على واقع، يعني أنا زقيت الواقع في حتة أزيد شوية، بس هو الحقيقة اللي لازم يتوزع والمية بتتوزع، ولو ركزت برضه اللحمة بتتوزع، هو العصير ما بيتوزعش، الحلويات ما بتتوزعش، ولا حتى الحلويات، الحلويات يمكن لو في حد عنده مناسبة ولا حاجة برضه ممكن توزع. هو الخيال جاي في إنه في نظام يومي، في عربية بتخش، في نظام أسبوعي، في سيستم محدد بالشكل ده، هو ده الجزء الخيالي إن أنا زقيت الواقع ده لإكستريم معين مش موجود. يعني حتى الإذاعة على فكرة موجودة في مناطق كتير جدا في مصر، بس مناطق بعيدة خالص عن القاهرة موجودة، يعني مش حاجة موجودة. أول مرة بعد أفلام الروائية القصيرة، أنا صرت الرواية القصيرة بتكتبي الكتابة دي أول مرة ولا كان ليكي تجربة قبل كده؟ مش كتابة خالص. القصة بتاعتي بس هو سيناريو وأستاذ محمد نصر علي، لكن القصة تخصني وهي ابتدت زي ما قلت من المنطقة دي، وابتديت أخلق المكان ده، وبعدين ابتديت أشتغل مع أستاذ ناصر وحصل. أول فيلم روائي ليكي، وبقول بتنمي فعلا على إن في مخرجة حساسة جدا، هي فرصة الوقت اللي نقول في بداية هذا القرن بنشوف يمكن السنة دي بنشوف خمس مخرجات من العنصر النسائي بيبدأوا، كل واحدة ليها شكل معين، كل واحدة ليها بصمة. ويمكن في المهرجان ده شفنا اثنين، شفنا فيلم النهارده بشوف فيلم هذا الفيلم، وفي فيلم تاني بنشوفه اللي هو بيت البيلتسرز دي وعشرة ثلاثة. الحقيقة أنا بتمنى لكم التوفيق فعلا، وفي كمان أربع سنين برضه لا فعلا انا شايف فعلا بتنمي فعلا عندك حاسه حلوه قوي في حركه الكاميرا في المجاميع، وهنا بتوقع تقولي استخدمت مجاميع فعلا من العشوائيات نفسها. احنا كان في حدود 500 كونفرس تقريبا يوميا بالظبط تقريبا، وساعات كان بيزيد وساعات كان بيقل. بس هي دي النقطه اللي انا كنت عايزه اقولها في الاول على الحس التسجيلي، يعني الفكره الاساسيه